ومتابعة لاحتفال فرنسا بيوم الباستيل أو العيد الوطني لفرنسا، نتابع هذه الصور المباشرة من باريس. باريس حيث نشرت الحكومة الفرنسية تعزيزات أمنية مشددة بنحو 130 ألف شرطي في محاولة لاحتواء الحوادث التي عادة ما تواكب الاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي. هذا وقد منعت عدة بلديات الاحتفالات وتوقفت قطارات الأنفاق منذ الساعة 10 ليلا خوفا من تجدد أعمال العنف. وزير الداخلية جيرالد دارمانا أكد إعادة أو أعلن إعادة الانتشار الأمني نفسه الذي اعتمد خلال أعمال الشغب التي عمت فرنسا. وقد أوضح دارمانا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر قوات خاصة من الشرطة، وأيضا الدرك فضلا عن مروحيات وأيضا مدرعات في المدن الحساسة بمناسبة العيد الوطني. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.